السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصفى. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسلامة بمناسبة حلول شهر رجب. خلاص فاضل شهرين أو أقل من شهرين كده، وإن شاء الله يهل علينا شهر الخير شهر رمضان. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل أو معظم الأسر المصرية. طبعا بعض من اطفالنا بيصاب بمرض التوحد. المرض دوت بيخلي الطفل ما يتاقلمش مع الحياه الطبيعيه بشكل عام او بشكل طبيعي مع المجاورين بيه. ازاي هنقدر نتعامل مع اطفال او مرضى التوحد؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده. وازاي نقدر ندخل العلاج في مرحله مبكره للطفل، بحيث ان ما يكونش في اي عقوبات لاستجابه الطفل للعلاج باسرع وقت. ده اللي هنعرفه النهارده. بس قبل ما نبدا حلقتي وقبل ما ارحب بضيفتي، ارحب بزميلي الاستاذ هشام. ازيك يا استاذ هشام؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذه مها، اهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الكلمه في وصفه. قبل كل ما نبتدي برنامجنا بحب اقول كلكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب المبارك للامه الاسلاميه وعلى مصر الحبيبه كل خير وسلام. موضوع حلقتنا النهارده ان شاء الله يهم كل اسره زي ما وضحت الاستاذه مها، لكن هنحب نوضح طبعا ايه هو التوحد. التوحد يعتبر اضطرابا يؤثر على مهارات اللغه والتواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الاطفال. لذلك بقى دور الاخصائيه اللي معانا الاستاذه زينب، دور الاخصائي التوحد هو بيعمل على عمليه التشخيص والتقييم وتصميم برامج تاهيليه لزياده عمليه التواصل والتفاعل الاجتماعي. هنوضح كل ده مع الاستاذه وهنبتدي بسؤالنا. وقبل ما نبتدي بالسؤال طبعا بنحب نرحب بيكي يا استاذه زينب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه مها، شرفتي اسره البرنامج وشرفتي قناه الصحه والجمال. هنحب نوضح بس لحضرتك ايه هي اسباب التوحد والاعراض اللي احنا الامهات بتعرف عن طريقها ان الطفل عنده توحد. تمام. هو احنا هو بس هوضح صوره بسيطه جدا، او في بس اختلاف في هل هو اضطراب او هو مرض. هو للاسف لحد دلوقتي احنا مش عارفين هل هو اضطراب او هو مرض. في ناس قالوا ان هو اضطراب وفي ناس قالوا ان هو مرض، لكن هو الدي اس ام 5 لما صنفوه قال احنا هو اضطراب الى ان نعرف اسبابه. هو اضطراب يعني ايه اضطراب؟ هو اضطراب يصيب خلايا العصبيه في المخ، فبتؤثر على الجوانب النمائيه، الجانب النمائي للطفل. ايه الجوانب؟ قصور في الانتباه، قصور في البصر، قصور في اللغه، بتاثر قصور في العلاقات الاجتماعيه، في السلوكيات. السؤال بتاع حضرتك يا استاذ هشام هو اصلا منقسم الى ثلاث يعني شقين، وشق ثالث اللي هو الاعراض. هي ايه الاعراض؟ احنا عندنا اعراض مبكره واعراض بتيجي بعد الثلاث سنين. بس هو المبدئين الاعراض بتاعته اي ام بتعرفها دلوقتي هي بتبدا من ثلاث سنين الاولى، ودي اخطر ثلاث سنين بالنسبه للطفل. سهله على الامهات ان هي تعرفها يا استاذه زينب في البيت؟ طبعا، لانها هي بتبقى واضحه جدا خلال الثلاث سنين الاولى زي ما قلت لحضراتكم، انها هي بتظهر معانا اللي هي زي رفرفه الايدين او الاندفاعيه، بيبقى مندفع نمطي، ممكن ياخد لعبه واحده يفضل يبص لها كتير او يفضل يلعب بها كتير، ما يركزش غير فيها. هي غير اجتماعي يعني بيمشي مثلا فيها، منهم بيمشي على طراطيف الصوابع، بيبقى في مشكله في الجوانب الحسيه عنده. الاسباب يعني لو نقدر نقول الاعراض، في تاخر في اللغه، في قصور في التاظر البصري، في الاندفاعيه، نمطيه السلوك اللي هو مرتبط، ممكن يرتبط بكوبايه واحده بس هي دي كوبايته، يرتبط غير عدم يعني ما يحبش حد يحس يلمسه او يجي جنبه. طيب بكون حضرتك مديرة مركز ابني لذوي القدرات الخاصة، كلميني برضو عن دور المركز مع الأطفال، سواء كان الفترة العلاجية لمرضى التوحد مدتها بتكون قد إيه مثلا، وهل المركز تواصل مع أطفال للتعافي النهائي عن هذا المرض؟ لا والله، هو احنا المركز مش مقتصر بس على اطفال الاوتيزم او اطفال الزيتويه او التوحد زي ما بيشيع عندنا هنا في مصر. احنا بنهتم بكل الجوانب الحيه، يعني في حالات كتيره او بتجيلنا سواء اعاقات ذهنيه او تاخر لغوي
او اضطرابات في اللغه، لكن هل دور المركز؟ دور المركز الحمد لله احنا بنقدم برامج، بنحط خطط علاجيه وبرامج سواء لينا او للمراكز الثانيه اللي بتكون لسه في بدايتها، وكمان بنحط برامج للحضانات لو حابين مثلا يحطوا برنامج معين. دور المركز احنا عندنا بنحط زي ما حضرتك وضحتي، بنحط او الاستاذ هشام وضح، بنحط خطط علاجيه، بنحط برنامج. ان انا اقدر اقول لحضرتك امتى مثلا نسبه التعافي، والله اختلاف الحالات بيفرق. ده حضرتك بتعمليه ساعه بعد ما تقيمي؟ هو ده بيجي بعد التقييم المبدئي اللي احنا بنستقبل الام وبنستقبل الطفل. بتيجي مثلا الام، لا انا ابني ما بيسمعش الكلام، ابني بيعمل حاجات غريبه، بيعمل سلوكيات غريبه، الكلام ده كله، فاحنا بنقعد معاه طبعا في برنامج احنا بنمشي عليه او خطه علاجيه، في دراسه حاله بنعملها، بنبدا من دراسه الحاله دي بنوضح الطفل ده. طبعا ما اقدرش احكم اذا كان هو تاخر لغوي او توحد او سيان اي كان نوع الاضطراب اللي عنده، الا اذا اعتمدت على برامجي. في ام تيجي مثلا انا ابني عنده توحد، اتشخص توحد والدكاتره خلاص قالوا لي ان هو مش هيتكلم تاني، ان هو مش كويس، ان هو مش هيبقى طبيعي. لا، انا عندي اختبارين، اختبار جليليوم او كارز، انا بعتمد عليهم في التوحد، بقيس بيهم نسبه الشده بتاعته اذا كان شديد ولا بسيط ولا متوسط، ما اقدرش احكم كده وخلاص. يبقى في استجابه للانشطه طبعا. استجابه بالنسبه للطفل التوحد، الانشطه اللي بتتعمل له في التقييم. هو في البدايه طبعا انا كحد، انا حد غريب عنه، لان انا يعتبر حد غريب فاقتحمت العالم بتاعه. تمام. فبالتالي هو مش حاببني، مش عايزني، رافضني، فبنلاقي شويه عنف في الموضوع ده ان هو مش حابب التقييم او، لكن احنا بنعمل تقييم مبدئي. كتقييم مبدئي احنا بنشوف ايه اللي بيحصل، لكن التقييم بتاع الطفل او انا احكم ان هو ده نظامه ايه او ايه عنده، هل هو اطياف توحد ولا توحد، ده بناء على بنعمل تقييم شهري كده بيقعد معنا الطفل في المركز او بيجي لنا جلسات، والمفروض ده اي مركز يعمله، وبناء عليه بحكم، لان الفريق اللي بيكون تحت ايدنا ومعانا بيبقى هو ده متابع حاله الطفل، هو ده ايه بالظبط بيعمل، ايه التصرف، ايه النمط اللي واخده دايما معاه. ممكن بيجي لنا تشخيصات كتيره قوي غلط من خلال من خلال طبعا التقييم اللي حضرتك بتقوليه ده، المفروض اي مركز يعمله ان هو لازم يقيم الطفل على مستوى مستوى المرض نفسه، يعني واصل لاي درجه من الدرجات. هو بالنسبه للموضوع لازم يبقى فيه اختبار اللغه، غير اختبار التوحد، غير اختبار التلعثم، غير بطاريه صعوبات التعلم. فلازم يا جماعه نبقى حاطين ايدنا على ان انا لما اودي ابني مكان لازم يكون عندي الادراك الواعي، انا ابني بيحصل فيه ايه، مرميش كده الولد وخلاص ان هو خلاص كده هيظبطوه هيشتغل وهيبقى زي الفل. زي بالظبط لما يكون الولد مثلا عنده مغص، لازم الام تكون معاه للدكتور عشان تشرح حالته. طيب استاذن حضرتك استاذ محمد، ممكن الفيديوهات او التقارير اللي احنا جهزناها؟ اتفضل. برافو. سمكه. ممتاز. ارنب. ارنب. نب. نا 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 ب ب. برافو. اسد. اسد. جود حبيبي جود. بطة. بطة. شطورة. قطة. قطة. برافو حبيبي. المرض التوحد استاذ زينب مش مرتبط بعمر، بمعنى يبقى ممكن يتعرض لاي مرحله عمريه؟ لا، هي مشكله التوحد او الذاتويه هو مش، هو الوقت الحالي بدا يكتشفوه من اول 6 شهور في عمر الطفل، لكن هو في علامات مبكره ليه وفي علامات بتيجي. يعني هو مثلا لو قلنا لو على الرسم المنحني ممكن يبقى عندنا طفل ما عندهوش، ومره واحده ينزل بعد سنه ونص او سنتين يقول لك ده ما بيتكلمش، ما بقاش يتكلم. واوقات برضو يكون لا، هو من البدايه اصلا واصل لمرحله ان هو ما بيتكلمش وهو مشخص توحد، مع البرامج او الشغل مع الشغل بتاعه بيطلع يطلع يطلع لحد ما يوصل لاطياف توحد، اللي هي مثلا تكون مجموعه من الصفات. لان لازم نوضح لاولياء الامور ان في فرق بين اطياف التوحد وفي فرق بين التوحد الكامل. لما التوحد يكتمل يبقى عندي كل الصفات اكتملت فيه. جميل. لكن اطياف التوحد بياخد يعني صفه او صفتين او ثلاثه من التوحد، وده ده مع احترامي اللي بيشخصوا الحالات دي، ده في فرق وده في فرق، لان اطياف التوحد بيستجيب لكل حاجه، بيبقى ما عندهوش التوحد الكامل، وخاصه ان هو ممكن يعني فتره علاجه تبقى اقل شويه،
وبيتأهل للمدارس وكله يبقى زي الحمد لله يبقى تمام يعني. لكن التوحد بياخد وقت شوية مع برامج مكثفة مع شغل جامد يعني. طيب كلميني عن الفيديو اللي ظهر معانا او التقرير اللي ظهر معانا من شوية. بصي هو انا بضحك لسبب ان هو استاذ محمد المخرج مشكور بيقول لي هو الولد فرحان ان هو بياكل مش فرحان ان هو بيقرا. فحضرتك برضو عقبيلي عليه برضو صلة المتخصص مع الطفل لازم يكون في علاقة بينهم عشان يقدر يستجيب لفترة العلاج. ازاي طبعاً بتقدري تتعاملي مع الاطفال بالطريقة دي؟ إيه هو مبدئيا احنا لو هنتكلم عن الفيديو اللي ظهر دلوقتي ده طفل عندي اسمه حازم. ده اصلا كان جاي بفضل الله يعني الحمد لله ما كانش بيتكلم اصلا. فان هو وصل للمرحلة دي احنا الحمد لله يعني كده تقريبا 6 شهور او 7 شهور 8 شهور بكتير قوي ما شاء الله ان هو وصل لكده. وان شاء الله هيقدم المدرسة السنة الجاية ان شاء الله. ازاي احنا بنستقبل الطفل؟ هقول لحضرتك يا استاذة مها واستاذ هشام برضو الموضوع كبير ان هو ان انا ادخل حد واقول له روح يلا هتشتغل معانا وهتيجي كده. لا مش اي حد بيتقبل الاطفال اولا, وثانيا مش اي حد بيعرف يمتص سواء عنفهم او غضبهم او الهستيريه الضحك اللي بتجي لهم خاصه الاوتيزميين او التوحديين. محدش بيستحمل هستيريه العياط اللي بتجي لهم مره واحده او التكسير او الخبط. فكون ان انا مثلا استقبل طفل فلازم يبقى ليه في ترتيب معين. يا جماعه احنا جايين لنا حاله, الحاله دي المفروض اولياء الامور بيكلمونا قبلها, جاي لنا حاله عندهم 1 2 3 4 فممكن يحصل 1 ممكن يحصل 2 فلازم نهيئ المكان. الطفل ده بيخاف من الصوت العالي والتوحد بصفه عامه بيخاف من الصوت العالي طبعا. البرامج اللي حضرتك انت لمست نقطه مهمه جدا للمشاهدين, انت حضرتك بتعملي برامج تاهيليه للطفل المتوحد. طب حضرتك بيبقى في مشاركه طبعا, انت حضرتك في خلال البرنامج اللي بتعمليه في مشاركه مع الاسره؟ هو البرنامج بتاعي بيعتمد على فريق العمل. تمام. يعني ايه فريق عمل؟ يعني قصدي حضرتك بتدخلي الاسره معاهم عشان خاطر البرنامج ينجح. برنامج بالنسبه انت بتعملي برنامج لطفل. انت حضرتك بتعملي برنامج وتقييم بالنسبه لانشطه او ايا كان بتعملي حضرتك في البرنامج بتاعك. تمام. الاسره ليها دور كبير معاكي. هو انا لما هتكلم عن فريق العمل او الفريق اللي احنا بنحط البرنامج ده, مش معناه فريق العمل هو الاخصائيين اللي معايا او انا. لا, ده بيعتمد على الاسره في الاول وفي الاخر, وده اعتماد كلي. وبيعتمد على لو هو الطفل في مدرسه عنده اطياف توحد او عنده تاخر لغوي او نسيان, يعني البيشن اللي بتجيلي انا بشخص وبعمل التقييم وبعمل الخطه العلاجيه والبرنامج, بس الفريق كله معايا. سواء الاسره ليها دور كبير, لان الطفل بيجي انا عندي مثلا النظام اليومي او نظام الجلسات اللي هي بتيجي جلسه وتمشي. النظام اليومي من الساعه مثلا سيان من الساعه 7 او من الساعه 8 لحد الساعه 2, وقت هياخد فيها كذا جلسه. ده اليوم النظام اليوم الكامل. طيب بعد كده بيروح البيت لازم يكملوا في البيت طبعا. لازم جزء لان احنا بنبقى مثلا مع الام. انا واحده من الناس بديها اختيار, انت عايزه ابنك يخف فتره اطول ولا عايزاه يخف فتره اقصر؟ طبعا اي ام بتقول عايزاه اقصر, اي ام هتقول كده. طيب ده هيعتمد على شغلك مش هيعتمد على شغلي. جميل قوي. وحضرتك بقى ايوه نقف بس في النقطه دي. يبقى حضرتك بتديها ارشادات معينه ازاي تتعامل يعني. هي مثلا غير ما بتتعامل في الاول قبل ما تديها المركز, قبل ما تبعت الطفل للمركز طبيعي فبتديها ارشادات معينه او بنود معينه هي تمشي عليها. صح. لازم انا لما باجي اعمل مثلا بيتكلمني ولي امر, انا عايزه ابني بيعمل 1 2 3 4. طب انت بتعملي ايه معاه لما بيعمل 1 2؟ طيب سلوك اللي عندي بتتعاملي معاه ازاي؟ لا انا ابني عنيد وبيخبط دماغه في الحيطه. طب انت ساعتها بتعملي ايه؟ فانا بعرف كل توتال يعني الموضوع كله اليوم للطفل وهو في بيته بالظبط. لكن الام بقى بتيجي مثلا ان شاء الله يعني بفضل الله لو هي ام, احنا برضو احنا كحد مختص في المجال ده وليه خبره 14 سنه ولا 13 سنه في المجال, فبيعرف اذا كانت الام بتشتغل ولا ما بتشتغلش. عشان الام بتيجي مثلا تقول انا شغاله معاه والله انا بضايق, ده انا وقتي كله وسايبه اخواته ومش عارفه ايه الكلام ده كله بيتقال لنا. بس انا من واقع خبرتي انا بعرف اذا كنت مثلا بتشتغلي. اصل الطفل اللي عنده تلعثم فترة علاجه مثلا 2 أو 2.5 3 شهور أقصى حد 3 شهور. طيب الطفل أنا بديك الخطة العلاجية بتاعته والبرنامج وبقول لك 1 2 تعمليهم طالما طالما طولت يبقى هي بتشتغل. يبقى هي صح كده. طيب أستأذنكم ونطلع بالتقرير اللي معانا التاني عشان بصراحة عايزة أفيد برضو المشاهد وعايزة أولياء الأمور تشوف الأطفال المرضى التوحد بالمفروض المراكز بتتعامل معاهم إزاي. اتفضل يا أستاذ محمد. هات قطة. قطة فين؟ فين قطة؟ برافو قطة. برافو. هات تفاحة. تفاحة
اسمها ايه؟ تفاحة. برافو. يلا بودي هات كلب. كلب. برافو ممتاز. يلا بطة. بطة. هات بطة. لا بص شاف بطة. ايه اسمها ايه؟ بطة. جود. هات اسد. هات اسد. ايه برافو. اسمه ايه؟ اسد. اسد. يلا اسد. يلا بودي اسد. جود ممتاز حبيبي شطورة. يلا ديك. جود ممتاز. يلا سقف يا عبد الرحمن. سقف. سقف لعبد الرحمن. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل او بعد التقرير اللي كان معانا. كلميني برضو عن الحالة. يعني انا لاحظت من خلال الفيديو ان صوتك بيعلى مع الطفل بحيث ان انت تسمعيه كلامك ولا تقدري تتفاعلي معاه. لا هو هنا في عندي انا لازم بالنسبة للصوت هو انا طبيعة صوتي عالي لان انا بشتغل مع ناس أطفال. عندهم اعاقات سمعية وزراعة قوقعة. بشتغل مع ناس برضو عندهم مشاكل تانية وطبيعة نبرة صوتي عالية. دي نقطة. النقطة التانية عبد الرحمن ده من اجمل الاطفال بصراحة اللي اشتغلت معاه. يعني هو كان جاي من مراكز كبيرة ومن مركزين كبار يعني كانوا مصنفين ان هو اوتيزم. اوتيزمي كامل وجديد كمان. بس الحمد لله بفضل الله بعد ما اشتغلنا مع عبد الرحمن. عبد الرحمن كده بالظبط يعني دخل في 7 شهور برضه. طبعا كان جاي باطياف كتير يعني اطياف كان بيقدر يميز المطلوب منه زي ما احنا شايفين. لا 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 هو اولا كان يعني شبه غير ناطق يعني ناطق يعني يعني فين فين كلمات يعني اللي هو بيقولها. ثانيا ما كانش عنده التآزر البصري الحركي ان هو يبص بعينيه ويجيب بايديه. كان في شويه دروبات واعين منه كتير بس كان الفكره بقى هنا بقى التشخيص كان خطا من البدايه. الولد هو متشخص توحد ومراكز كبيره زي ما قلت لحضرتك لكن الولد اصلا اطياف توحد ولذلك ما شاء الله استجابته حلوه جدا 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 وسمعان الكلام يعني ما شاء الله كل حاجه بيعملها بيسمع الكلام جدا بينفذ الامر البسيط والامر المركب وزي ما حضرتك شفتي يعني هنا برضو في وصل لمستوى ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. انا يعني انا بالنسبه لي فكرته طفل عادي بس بيبدا يتعلم حروف او كده بس اكيد هو حضرتك هو اللي ليكي النظره. حضرتك سالتي سؤال هل المركز بي يعني طلع بحالات انها هي تمام تم الشفاء تماما. ما اقدرش اكذب عليك واقول لك الموضوع ده لان ده ما حصلش معايا لحد دلوقتي بس الحمد لله رب العالمين انا قدرت اوصل بالاطفال او اوصل لو هنتكلم عن عبد الرحمن قدرت اوصل بعبد الرحمن الحمد لله اللي هو اقل من الطبيعي بحاجه بسيطه جدا اللي هو يبدا يكون جمل. لا وده اللي هو يبدا يعبر عن نفسه ويكون جمل لكن ان هو مثلا يتكلم كلمات اكل اشرب بس يعني لما يجي مثلا خلاص دي تقفل معاه خلاص هتقفل. لو عارفه حضرتك زي ما بتقولي معنى ان اولياء الامور او الاهالي يسيبوا الطفل 7 شهور معنى كده ان هم شايفين فيه استجابه مستمره كل شهر غير الثاني. هقول لحضرتك يا استاذه مها انا من الناس اللي بقول يا جماعه لو ما شفناش تحسن في خلال الشهور الاولى او الشهر في البدايه ما نكملش في المركز لان المركز او الحضانه او اي مكان سواء في الاكاديمي النورمال او الاب نورمال انا كده بضيع وقته. يبقى حضرتك وضحت لنا ان في استغلال مادي برضو في بعض المراكز كتير. كتير كتير ايه ما بتهتمش بالفتره بالعلاج قد ما بتهتم بالفتره نفسها ان تطول من الفتره عشان تستغل ايه الجزء المادي. هي الفكره مش في هي في نسبه استغلال مادي. الكارثه بقى ان في نسب تانية مش مؤهلين اصلا. يعني الموضوع نفسه مش مؤهلين له. يعني انا دلوقتي بلاحظ ان في ناس بتيجي عايزه تتدرب عندي كلية تجارة عملوا كورس مش عارفة فين وجايين انا بقيت دكتور تخاطب اخصائي توحد الكلام ده كله. فاحنا بنتكلم يا جماعة احنا لازم نبقى موديين لاطفالنا لواحد مختص. وبقول تاني انا سواء على مركزي او اي مركز تاني لازم يبقى فيه استجابة من اول شهر او من تاني شهر بكتير قوي يبقى انا ابدأ استمر. لكن ان انا شايف ان انا مفيش اي استمرارية او اي اجابة من الولد يبقى خلاص يعني اطلع على طول. حضرتك بقى نوضح برضو لمشاهدينا ان حضرتك بتعملي تشخيص في المركز وتقييم. تصميم البرنامج بقى لحضرتك للطفل على حدة ان حضرتك شايف ان الطفل ده يحتاج 3 شهور 4 شهور ماكسيموم مثلا اقصى فترة لطفل توحد. هقول لحضرتك يا استاذ هشام واوضح للساده المشاهدين احنا بالنسبه لنا
انا ما اقدرش احدد اذا كان الطفل ده هياخد قد ايه، لكن هل استجابته هتبقى قد ايه انا ببقى محددها بيني وبين نفسي، انا عارفه ان ده هيوصل لمستوى كذا يعني خلاص ده هيبقى الحمد لله اوريدي تمام. لكن هقول لولي الامر، ولي الامر مش هيشتغل معايا وهيعتمد على كلامي وهيسيبني انا اشتغل شغل البيت وشغل المركز وشغل المدرسه وشغل كل ده، وفي نفس الوقت خلصوا الست شهور وانا ما شفتش اي نوع من الاستجابه للولد. لا انا ممكن احدد لحضرتك انت عايز ابنك يبقى ايه، يوصل لايه، لا انا عايزه يتاهل لاختبارات الذكاء على سبيل المثال، انا هعمل له ستانفورد بنين بعد ست شهور تمام. طيب خلاص انا انا هوصل لك ابنك ان هو يجتاز الاختبار تمام، لكن هتكلمني مثلا على تنميه المهارات او الرعايه الذاتيه، لا الموضوع ما بياخدش، مش هينفع نعالج كل بالزبط. حاجه في الوقت احنا المحدد لما ده بنشخص بنحط الهدف العام. لما اجي احط الهدف البرنامج بتاعي بحط فيه الهدف العام، الهدف العام سيان مثلا ان الولد عنده 5 سنين ولسه بيلبس بامبرز، يبقى الهدف العام بتاعي 3 شهور، الهدف العام بتاعي ان انا اقلع الطفل ده بامبرز. مش هياخد ال3 شهور بس، ال3 شهور دول بيبقوا ثابتين ان انا بقلع بامبرز وبدرب على تقليع البامبرز وكل حاجه بعملها ان انا خلاص كده، لان طبيعه خلايا المخ او طبيعه الجسم بياخد على اي حاجه بعد 60 يوم او بعد 90 يوم. والاستجابه بالنسبه للبرنامج مش مرتبط بعمر، يعني هل الطفل الصغير بيستجيب اكتر ولا اللي بيكبر في السن بيستجيب اسرع؟ لا هو انا من الناس يعني انا طبعا بنرجح ان هو التدخل المبكر، التدخل المبكر في اي حاجه. طيب نقف عند النقطه دي، عايزه برضو حضرتك تعلقي لي على الانشطه اللي احنا شايفينها معانا على الشاشه، لان عماله تتعرض معانا، وطبعا عايزه اوضح او حضرتك اللي توضحي لان ده تخصص حضرتك فايده الانشطه دي. ده طفل يعني ده مثلا احنا بنتعامل مع ده نورمان واب نورمان، لان كان عندي مجموعه جايين صعوبات تعلم فكان تنميه مهارات وتركيز وانتباه، لان اهم حاجه قبل ما اشتغل مع اي حد، ودايما بعض الزملاء بيقعوا فيها اني بشتغل تخاطب على طول او بشتغل تآزر بصري حركي على طول، لكن في حاجه احنا بتقع مننا اللي هي التركيز والانتباه. انا ما اقدرش اشغل طفل وهو عمال يتنطط قدامي ويفط من هنا ويتنط من هنا ويجيب لي حاجات ويفضل يحط البطانيه على وشه ايا كان، يعني يبقى بيلعب في حاجه وانت بتكلميه في حاجات تانية. انا ايه يبقى انا بهاتي مع نفسي، لكن اهم حاجه بشتغل عليها الاول، واول لازم يكون اول شهر بالنسبه للنورمان او الاب نورمان تركيز وانتباه. التركيز والانتباه يعني يبص لعينيا يشوف حركه شفايفي بتتكلم ازاي، يشوفني انا بتكلم ازاي، يشوف الرياكشنات وشي بتبقى عامله ازاي. انا لو بصيت لك كده يبقى انا ايه يعني هزعلك، لو بصيت لك بضحك يبقى انا ايه مبسوط منك. ولازم طبعا المعززات، لان الاطفال دي اطفال برضو مهما كان، يعني عايزه حاجات حلوه دايما تبقى تحفيز ليهم حتى يخليهم. بالنسبه للحاجات دي كلها كانت عن التركيز والانتباه، وكان عندي اطفال لفرط الحركه. طبعا فرط الحركه صعب جدا ان هم بيتعاملوا بيه المدارس، وبيشكي من المدارس من حضانات كتير قوي تقول لك ابني ما بيقعدش ابني ما بيقعدش. طبعا اول حاجه بنقولها يا جماعه قللوا السكريات، ثم قللوا السكريات، ثم قللوا السكريات. احنا بنيجي مثلا هنا لو طيب هنبص على فرط الحركه، يبقى هنا برامج فرط الحركه الاساسيه. طيب انا دلوقتي يا استاذه زينب بالنسبه للانشطه دي اكيد بتفيد كتير، يعني يا ريت بس من اولياء الامور اللي متابعه الحلقه ياخدوا بالهم الالعاب اللي هي في ايد الاطفال. معلش يا استاذه زينب طبعا بتبقى موجوده في مكاتب كتير، بتبقى موجوده في اكتر من مراكز بتتباع للاطفال، ممكن يشتروها عشان يلعبوا فيها حتى في اليومهم العادي، صح يا استاذ زينب ولا انا؟ لا هي احنا لو هنتكلم على الالعاب العاديه او الحاجات العاديه، اولا دي مش لا انا ألعاب. اقصد الالوانات يعني احنا الانشطه اللي بنشوفها دي مش العاب، دي كلها برامج. يعني دي برامج تركيز وانتباه. المفروض ان احنا هنا بنعمل بازل كبيره وبعدين بنحط عليها الاسماك دي، وبعد كده بيبدا ايه يصطاد السمكه بحبل رفيع. بس في العاب ممكن تكون متشابهه زي مثلا المكعبات بتبقى فيها الوان، دي بديله لا. في البيت هي الالعاب. انا عن نفسي انا واحده من الناس اللي برجح يا جماعه انتوا لو جبتوا، اصل احنا كده كده بنجيب العاب فبدل انا ما اجيب اروح اجيب عربيه مكلفه وهتاخد مكان في الاوضه او الكلام ده كله، لا انا ممكن اطلع على اي مكان بيبيع الانشطه او البرامج اللي هي فيها تركيز والانتباه بدل التليفون وبدل التلفزيون. دلوقتي الام بتقول لك
لا ده هو ذكي جدا، ده بيركب البازل على التليفون، ده بيمسك التليفون ما فيش لعبه ما بيلعبهاش. انتوا كده بتدمروه، انتوا كده مش واخدين بالكم، والله فعلا بيدمروه مش واخدين بال. ده بيركب بازل، اصل هو اجيب له مثلا بازل سمكه ركبه، شفتي مش قلت لك اصل هو ركبه كذا مره على التليفون؟ في فرق، في فرق. انا في لغه عندي استقباليه، وفي فرق في لغه تعبيريه. التليفون يعني هو ده يعني هقول تعبيري، بس تعبيري لكن مش استقبال، يعني هو انا بستقبل مش بعبر. انا دلوقتي لو جيت واتكلمت انا عماله بتكلم اهو الناس كلها سامعاني، بس ما فيش حد بيرد عليا، معنى كده ان انا عندي لغه تعبيريه بس ما يعني عندي تعبير بس ما عنديش استقبال. صح، زي التلفزيون بالظبط. نرجع بقى حضرتك للمركز بتاع حضرتك. اتفضل. طبعا اي تصميم برنامج بتاع حضرتك عشان بس نوضح للمشاهدين، انت عند حضرتك فريق عمل؟ طبعا. الحمد لله، ده شيء جميل طبعا، وعملك للموضوع ده حضرتك انا وعده. من خلالكم والله بشكرهم جدا، لانهم هم سبب نجاحنا، وهم ربنا يبارك لهم يعني بصراحه. طبعا حضرتك انا بحيي فيك برضو الجزء الانساني بتاع حضرتك، ان انت مهتميه بالشكل الانساني اكتر من الشكل المادي. طبعا بحضرتك. فدور فريق العمل، انت مخصصه للفريق العمل كل واحد له دور؟ طبعا. احنا عندنا مثلا اختصاص تنميه المهارات، غير اختصاص التركيز والانتباه، غير اختصاص الادراك، غير اختصاص النطق. انا واحده من الناس بشتغل كل حاجه. بشتغل مثلا لو في حد من الزملاء مش موجود او عنده ظروف، احنا بنقوم بالدور كله، يعني ايا كان الطفل انا بقيمه وبشخص، وبعدين بنشوف هو محتاج ايه، واقعد مع فريق العمل بقول لهم ان احنا ده محتاج خطه علاجيه كذا، الهدف العام بتاعنا كذا، وبناء عليه بنمشي. متخصصين يا استاذه؟ طبعا متخصصين ومؤهلين ومدربين للجزئيه بتاعت الجزء اللي متخصص فيه، اللي هو بتفاعل فيه مع الطفل. في منهم والله مختص كليا يعني، وفي منهم اللي هو كان معانا شغال اكاديمي، فبناء على الوضع خد خبره عن تنميه. بس انا ما يعني مش بحط اي حد في مكان اللي هو ممكن يثبت لي الطفل او يوقع لي الطفل. في شغل انا لازم اشتغله انا بنفسي، زي اللغه او التخاطب او تدريبات التوحد، دي لازم انا اشتغلها، لاني انا مثلا مش ما عنديش الكفاءه العاليه اللي هي هتستحمل الطفل في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما عندهمش الخبره الكافيه اللي تتعامل مع الطفل ده. ففي حالات انا يعني انا لازم اكون انا مختصه بيها، وفي حالات اللي هي تنميه المهارات والتركيز والانتباه، لانها هي كلها البرامج اللي احنا شفناها دي، فاي طبيعي اي حد يعرف يطبقها، بس برضو لازم يبقى في سقف معين احنا بنوقف عنه. هو بما اني للاسف وقت حلقتي خلص، فعايزه حضرتك تدي برضو ارشادات سريعه للاسره في البيت تتعامل ازاي مع الاطفال، بس بشكل سريع بعد اذنك. تمام. احنا في البدايه انا هقول اهم حاجه، التلفزيون والتليفون والكمبيوتر والحاجات التكنولوجي كلها يا جماعه مضره، سواء بشكل عضوي او بشكل نفسي. ان انا بسحب الطفل من الموضوع ده، فرجاء يعني نقلل الموضوع ده كتير، او نقلله شويه كتير. لو في طفل عندي هايبر اكتيف او عنده هقول لك ADHD، لازم يا جماعه نوقف السكريات. السكريات من العوامل المهمه جدا اللي هي بتخلي الطفل هايبر اكتيف اصلا ما بيقعدش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو في اي سلوك او اي حاجه، لو لقيت ان الطفل وديته مركز ولقيت ان هو مش استجابته مش قد كده، اسحبه على طول رجاء يعني عشان ما ياخدش وقت، لاني كل حاجه وليها عمر زمني. للاسف. بشكر حضرتك جدا على شكرا ليك يا استاذ هشام، بشكر شكرا. دعوتنا المره الثانيه نوضح للمشاهدين ونفيد المشاهدين باذن الله، وان شاء الله لينا برضو طبعا اكيد لينا لقاءات ثانيه اخرى بإذن مع حضرتك نفيد بيها برضو المشاهدين، ونوضح لهم برضو البرامج بتاع حضرتك في المركز ان شاء الله. احنا بنشكر برضو طبعا المشاهدين، وبنحب بس برضو ننوه لمشاهدينا ان التواصل مع برنامج تليفوناتنا موجوده على شاشه البرنامج، كلمه في وصفه. بقول لكم تاني مره كل سنه وانتم طيبين ودايما بصحه وسعاده، وعلى الامه المسلميه. واحب اوضح ان روعه الانسان ليست بما يملك بل بما يمنح. اشوفكم على خير ان شاء الله.